بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم مع فعاليات هذا السباق، وها هي انطلاقة الشوط الرابع مكمل الجولة الأولى ومخصص للثنايا الجعادين المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. الانطلاقة إن شاء الله في الفترة المسائية، التحضير الساعة 2، والانطلاقة الشوط الأول لأصحاب السمو الشيوخ الثنايا الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم، والحاضر يعلم الغايب، وعليهم التواجد إن شاء الله الساعة 2، وانطلاقة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ الساعة 2:30. نتابع وياكم الآن مجريات وفعاليات هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول ذيبان للسيد محمد بن سهيل بالقاشوطي المزروعي، وفي المركز الثاني هنا بنسميه، لكن التسلل من الجانب الثاني أرى الباسل للسيد الشرجي بن حموده بالزفنة الحرسوسي، وفي المركز الثالث هنا سلهود، في المركز الثالث للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير، للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتب. المركز نشوف المركز الرابع صوغان للسيد راشد بن سالم الخاطري، وفي المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس ماي هاب للسيد محمد بن حتيج بالهلي، وفي المركز السادس شكلان للسيد عبيد بن محمد المطيوعي، وفي المركز السابع أرى شاهين للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن شاهين للسيد خميس بن عبيد بن يميعة، وفي المركز التاسع أرى اللي في المركز التاسع المتحد للسيد هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز العاشر زعفران للسيد عبد الله بن سالم المسافري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشرة الأوائل، وترقبوا التغييرات في المراكز العشرة الأوائل، أن مسافتنا 6 كيلومتر. ونتابع وياكم ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، وأرى الآن اللي في المركز الأول في هذه اللحظات، أرى اللي في المركز الأول محطم بدأ يتسلل على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي، بدأ الآن يحطم المراكز المتقدمة ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. ركز يا أبو راشد، ركز وتابع محطم في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني ذيبان، في المركز الثاني للسيد محمد بن سيل بالقاشوطي المزروعي، وفي المركز الثالث صوغان، في المركز الثالث للسيد راشد بن سالم الخاطري، وفي المركز الرابع الباسل للسيد الشرجي بن حمودة بالزفنة الحرزوسي، وفي المركز الخامس ماي هاب للسيد محمد بن عتيج بالهلي، وفي المركز السادس الأعرى اللي في المركز السادس شاهين للسيد خميس بن عبيد بن يميع، وفي المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات شكلان للسيد عبيد بن محمد المطيوعي، وفي المركز الثامن المتحد للسيد هزاع بن محمد للسيد هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز أرى اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات راهي للسيد رصاص بن سالم العامري، وفي المركز العاشر للسيد مايد بن سعيد بن دعفوس المنصوري. هذه النتيجة، هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى محطم. محطم لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات. نباي حطم التوقيت يا أبو راشد، بس أعتقد أن محطم أول مشاركة وبيخلونه ركض تلغائي عند الأمتار الأخيرة، يمكن يكلمون شوي وبنشوفها. هو محطم
تشاهدونه على شاشة التلفزيون لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. محطم للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، ذيبان في المركز الثاني للسيد محمد بن سهيل بالقاشوط المزروعي، وفي المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات، أشوف وبنتابع الآن اللي في المركز الثالث أرى صغان للسيد راشد بن سالم الخاطري، هو الآن اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع الباصل للسيد الشرجي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي، وفي المركز الخامس شاهين للسيد مايد بن سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، وفي المركز السادس راهي للسيد رصاص بن سالم بن رصاص العامري، وفي المركز السابع للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدي الاستبي شاهين، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني ماي هاب للسيد محمد بن عتيج بالهلي، وفي المركز العاشر المتحد للسيد هزيم بن محمد المسافر. يركز يا ابو محمد، جماهيرك وهالراس الخيمه يتابعونك يبون سلام، يا سلام، ويشجعونك في هذا اليوم وفي هذه المنافسه. نرجع الى محطم لا زال مسيطر، وعينه على المركز الاول وعينه على السلامات. ابو سلطان يقول عليه منافسه من اليمين ومن اليسار لكنه صامت، ومثل ما قال ابو فهود ميسره وميمنه. يا سلام يا سلام يا محطم لا زال يحطم الاداء الجميل في هذا الشوط وفي هذا الصباح الجميل بهذا الشعار المميز، شعار السيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، بدا ينفرد، بدا يحلق على اجواء مدرج رقم واحد اتجاها الى مرغم يا سلام، بيعبر على الخط السريع على خط دبي العين، وبيتجه على يسار ان شاء الله عند جسر مرغم، والسلامات صباحيه الى اهالي مرغم. ها هو محطم تشاهدونه على شاشة التلفزيون يرقص على أرضية الميدان بدون منافس على الإطلاق، وأول له مشاركة في هذا الموسم. يا سلام يا سلام، على فكرة جتني معلومة أنه قبل أسبوعين فايز في نفس هذا الشوط، وأفضل توقيت مسجل يعني هذا الاشتراك الثاني له في هذا الموسم، سجل حافل من التاريخ. يا سلام، يبحث عن التأهيل لكأس الخليج. يا سلام، ها هو محطم تشاهدونه على شاشة التلفزيون يرقص على أرضية الميدان، وبدأ يباعد بدون أي أوامر تذكر من المالك أو المضمر أو المدرب. مشكور يا سالم يا ابن مبارك، أسعد الله صباحك يا الزرعي على هذا الأداء الجميل الذي قدمه محطم. وبنقول لك يا أبو راشد كلا ثم كلا أن محطم دائما يحطم التوقيتات، والأداء الجميل، كل ما اشترك أجاب توقيت أيضا أفضل عن توقيت. يا سلام، ها هو محطم تشاهدونه على شاشة التلفزيون، وبنقول سلام 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 عليكم يا المرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم، وعلى الأثير وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. نقولكم صباح الخير، وهذا محطم يصبحكم بالخير. صباح الخير يا بلادي، صباح الخير يا بلادي، صباح الخير يا مرقم. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على فوز محطم بالمركز الاول، تهانينا لمضمره سالم بن مبارك الزرعي، مشكور يا الزرعي. المركز الثاني كان من نصيب الشامخ للسيد سعيد بن حليس العويسي، المركز الثالث الشجاع للسيد مغير بن ناصر بن مغير العميمي، المركز الرابع
ذيبان، في المركز الرابع للسيد محمد بن سيل بن قاشوط المزروعي. بقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية، ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول محطم إلى خط النهاية، قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة، 9 دقائق 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني كان من نصيب الشامخ، قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة، 9 دقائق 47 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا من العماق للسيد سعيد بن حليس العويسي، والذي وصل في المركز الثاني.